ثم ننتقل لفقرتنا الأسبوعية لليوم. كثير من المواضيع التي تعنى بالشأن التعليمي ممكن تلاقي اهتمام كبير واسع عند كثير من الناس. اليوم رح نحكي عن المعاهد التقنية، مستقبل الخريجين فيها، ما هو التوصيف الوظيفي، ما مدى حاجة سوق العمل، ومدى الموائمة لفرص هؤلاء الخريجين. يمكن هذا الموضوع كثير مهم لكل الخريجين والطلاب اللي عم يتابعونا. أكيد نور. إذن لسبل تطوير مخرجات التعليم لدى المعاهد التقنية، ما هي صعوباتها وما يلزمها؟ كل ذلك رح يجيبنا عليه طبعا ضيفنا اليوم بصباحنا غير، الدكتور عاصم قداح، أمين المجلس الأعلى للتعليم التقني. صباح الخير، أهلا وسهلا صباح فيك الخير. دكتور. صباح الخير لكم للسادة المشاهدين يوتيوب كمان. يسعد صباحك. بالبداية يمكن كثير من الطلاب والخريجين معهد التقني اللي عم يتابعونا، خلينا نحكي عن الخريجين الجدد اليوم، كيفية توظيفهم، كيفية تقديم للوظائف، لأنه نوعا ما كل الطلاب اللي عم يشوفونا بيعتبروا مثلا أصحاب الشهادة الجامعية لهم المراتب الأولى والمعهد الأخرى هي بالمرتبة الثانية توظيفية. حتى جاوب على هذا السؤال، بالأول لازم حدد شو هو الموقع الوظيفي لخريجي المعاهد التقنية. حقيقة بالنسبة لنا بجوز يكون اجتماعيا بعض الناس ما بيحس انه يعطوا هذا الخريج حقه بموقعه الوظيفي. صحيح. شو أهمية الموقع الوظيفي خريج المعهد التقني؟ بترتيب الوظيفي بسوق العمل في عندي مستويات وظيفية. هلأ عندنا بوظائف الدولة في عندي الفئات الخمسة، حقيقة هو بالترتيب الوظيفي، هذا الترتيب الوظيفي كمان فيه عدة مستويات بكل أنماط سوق العمل. هاي المستويات في عندي الخريج الجامعي اللي وظيفة الإدارة والإشراف، وفي عندي الحرفي اللي له وظيفة العمل اليدوي. الربط بيناتهم وهو الحلقة الأهم، صحيح، هي وظيفة خريج المعهد التقني. هذه الوظيفة تعني أنه خريج المعهد التقني يمتلك المعرفة اللي بتأهله أنه يكون قادر يتفاعل مع الجامعي، ويمتلك القدرة على نقل المطلوب إلى الحرفي. هذه الحلقة الوسيطة هي ذات أهمية خاصة بالسلم الوظيفي. عدم إدراك هذه الأهمية عم يعمل خلل بعض الأحيان، أنه بصير أنا بدل ما أشغل واحد خريج معهد ممكن أحط واحد مجاز. الحقيقة الأسلم أني أنا أحط خريج المعهد، لأنه تأهيله، برنامجه التعليمي وبرنامجه التدريبي هو وضعه ليقوم بهذه المهمة بهذا الموقع. الموقع الاجتماعي حقيقة مو دائما عم يكون تجاه خريجي المعاهد سلبي. هذا بيرتبط بفرصة العمل، يعني بالمكان اللي بده يشتغل فيه خريج المعهد. وهون بصير ممكن أنا أحكي عن طبيعة الاختصاص. مسألة العمل بحد ذاتها، يعني كمان نحن في عنا إشكالية مجتمعية، أنه لما بحكي أنا عن الشغل بحكي دائما عن وظيفة بالدولة. المؤسسات التعليمية لا تخرج فقط لموظفين للدولة، هي تخرج مؤهلين للعمل في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، تمام، سواء كانت قطاع عام ولا مشترك ولا خاص. وبالتالي فرصة العمل اللي بنحكي عنها هي بكل قطاعات الإنتاج، سواء كان إنتاجي أو خدمي. طب دكتور، يعني غالبا يتجه كل الخريجين للوظائف الدولية لما لها من ثباتية، لما لها من أمان، تأمين اجتماعي وما إلى ذلك. مؤخرا فرز الخريجين الأوائل على المعاهد التقنية، وطبعا انتهى التقديم على الرغبات من 27 كانون الثاني. وين وصلت التنمية الإدارية بما يخص هذا الصدد بالمرحلة هلأ المقبلة، وخصوصا أنه في خطة، هل هناك في خطة لفرز غير الدورات عن الدورات المحددة حاليا بالمسابقة الحالية؟ اللي بينظم عملية تعيين الخريجين الأوائل في المعاهد التقنية في الجهات العامة هو القانون 18 لعام 2019. أول مسألة، معلش إذا سمحتي لي، القانون 18 غير محدد، هو عملية مستمرة دائما. الإشارة إلى أين وصلت التنمية الإدارية، التنمية الإدارية هلأ عم تشتغل على فرز خريجي 18-19 و19-20. هلأ هدول أنجز الملفات تبعهم من المجلس الأعلى للتعليم التقني، الجزء اللي بتعلق بعمل المجلس الأعلى للتعليم التقني أنجز منذ فترة يعني زمنية، يعني يصلون 4 سنين خريجين تقريبا. بس هدول هلأ في العمليا، حتى أنا ما أظلم الجهات العامة تبعنا، نحن عم نشتغل ملف هلأ جديد. صحيح. القانون 18 طلب 2019، لما بدك تشتغلي ملف أول مرة دائما بصير في معيقات، بيظهر عندك اثناء العمل شغلات بتاخرك، وان كان بعملنا نحن بالمجلس بجوز القرار تاخر سنه لطلع من عنا،
يعني خريجين 18 19 لبعد سنه طلع، وال 20 21 بعده ما طلع بنشتغل فيه، يعني 20 21 عم نشتغل فيه، 19 20 كمان تاخر سنه. هلا هدول الملفين بعهده التنميه الاداريه. التنميه الاداريه مثل ما نحن شغلنا هي بدها تشتغل، بدها تجمع من كل الجهات العامه بالدوله، وهذا نحن بنعرف كيف بصير هذا الاجراء، هذا يحتاج لوقت. بدنا نجمع نحن بيانات ونرجع ننظم هاي البيانات ونرجع نعلن هاي البيانات للراغبين بالتعيين، هذا اخذ وقت. يفترض هلا فرز خريجي 18 19 و 19 20 عند التنميه الاداريه، يعني نحن رجعنا عملنا اعاده تحديد لرغبات الخريجين الفتره اللي تفضلتي حضرتك قلتي ب 27 كانون ثاني، وحقيقه رجع تاخر هذا الموضوع، يعني تاخر لحسننا نبعته لوزاره التنميه الاداريه بسبب انه نحن لما بدنا نجاوب على هذا السؤال انا بدي راسل 200 معهد، وكل معهد ملزم بانه يتصل بكل طالب له الحق طالع اسمه قرار التعيين ليجي لعنده يرجع يعيد الرغبات. هي الاجراءات لما عم نيجي بنحددها نحن فترات زمنيه قصيره، نحن بنعرف انه بنحاول نضغط انه من اجل ان تنجز بشكل سريع، بس نحن بنعرف انه نحن في عنا ظروف بتعيق هذا الموضوع. المفروض انه خريجي 18 19 و 19 20 يكون هلا بمراحله النهائيه. هلا هذا الموضوع بعهده التنميه وزاره التنميه الاداريه حقيقه، يعني نحن الجزء اللي بتعلق فينا المساعده المطلوبه مننا قدمناها من اسبوع من 10 ايام، بعثنا اخر كتاب اخر مجموعه من الاسماء اللي اجتنا، فهلا هو عند التنميه الاداريه. اما ما يتعلق بالاستمراريه القانون 18 لم يحدد لعام محدد، يعني هلا نحن عم نشتغل على اصدار قرار اللي بحق لهم التعيين استنادا للقانون 18 من خريجي 2021. سيستمر العمل مشان السنوات القادمة. بس هون إذا سمحتي لي في موضوع كمان يكون واضح لأهلنا، إنه فرز الخريجين هو حسب احتياجات الجهات العامة. هذا اللي بدي أسألك عنه، يعني فرز الخريجين حسب احتياجات الجهات العامة، يعني هذا الفرز رح يشمل جميع خريجي طلاب المعهد ولا حسب الحاجة؟ حسب الحاجة. يعني أنا عندي مثلاً 400 خريج مثلاً، هلأ مش الرقم صحيح بس أنا عم أفرض مثال، سنة عم نقول 2019 عندي 400 خريج، هل رح يشملون التوظيف لل 400 خريج ولا لا فقط حسب حاجة العمل بننتقل للفرز الثاني؟ هلأ حسب حاجة الجهات العامة، لأنه القانون 18 ما أحدث الشاغر للي بدهم يتعينوا. قانون 18 بده يعين حسب الحاجة والشاغر اللي موجود. بس بتصير الأولوية للخريجين الجدد، يعني الخيارات بتصير بالمرحلة القادمة. هلأ طريقة العمل اللي هلأ صارت أنه الجهات العامة بعتت احتياجاتها لوزارة التنمية الإدارية، احتياجات الجهات العامة صارت واضحة عند التنمية الإدارية. هلأ رح ينفرز هلأ عندي خريج 18 19 19 20، بنفس الوقت بس ينفرزوا هدول بده ترجع الجهات العامة تبعت احتياجات، بده يرجع ينفرز من الخريجين. هلأ كيف طريقة العمل؟ أنه رح ياخذوا القدامى اللي ما انفرزوا يرجعوا يعطوهم فرصة، ولا بدهم ياخذوا الجدد، ولا كيف؟ هي وزارة التنمية الإدارية هي معنية بهذا الملف. يعني أنا ما بحسن هلأ جاوبك أنه هن رح ياخذوا القدامى ليخلص القدامى وأخذ الجداد، ولا بدهم ياخذوا الجداد، كيف بده يتسكر الملف؟ ما بعرف. والإشكالية هون نقطة جدا مهمة، لأنه طبعا 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 الإشكالية هون أنه أنا إذا بدي أعين فقط حسب الحاجة وحسب الملاك، وهذا صح من الناحية العملية، يعني أنا كمان أني جريجين وكدسهم بدون ما يكون هذا الفائض بيعمل ترهل إداري مانو مقبول. فهي المسألة هي بدها معالجة، هي شقين، كل واحد منهم له إيجابيات وله سلبيات. كيف بدها تتم معالجتها؟ هي بتصور أن وزارة التنمية الإدارية بجوز تكون هي الأكثر معنية بالإجابة على هذا السؤال. بس مشان كمان وضعنا بمسألة الحاجة، هلأ أنا عندي الخريجين بجوز يكونوا حوالي 500 واحد تقريبا 500 واحد ب 2019 اللي بيستفيدوا من القانون 18. هلأ ال 500 هن باختصاصات مختلفة. أنا اليوم ما بعرف الجهات العامة هذا الاختصاص بالضبط، بجوز في اختصاصات ما انطلبت الجهات العامة، وبالتالي إذا ما انطلب هذا الاختصاص من جهة عامة الخريج ما بيستفيد، وبالتالي حاجة الجهات العامة ستحدد من هم المستفيدين. طيب بعد سنة بجوز هاي السنة انطلب مني حاجة معينة، بالسنة الجاية ما تنطلب أو بالعكس. طيب هاي كمان المسألة. دكتور يعني عاصم، كتير أسئلة كمان نحو بنعرف أنه بعض المعاهد التقنية كان في شيء اسمه التوظيف الإلزامي، يعني أنه يتخرج فورا يقبل بوظيفة من الدولة. خلينا نحكي عن سبب عدم الالتزام ببعض المعاهد التقنية. المعاهد الملزمة أصلاً أنا برأيي هي أحدثت ليس لحاجة تعليمية، المعاهد الملتزمة أحدثت لحاجة توظيف.
يعني الجهات العامة اللي كان بحاجة كوادر معينة بتدريب معين هي اللي طالبت بالإلزام، أحدثت معاهد ملتزمة. المعاهد التعليم، معاهد التعليم العالي موجودة وتخرج كادر مؤهلين يشتغلوا بهي الجهات. وين كانت الإشكالية؟ كانت الإشكالية بإمكانية التعيين تبع خريجي المعاهد الحكومي. كيف حلوها؟ حلوها بأنه أحدثوا المعاهد الملتزمة. المعاهد الملتزمة طالب بيجي بيدرس على حساب وزارة وبس يتخرج بتعين فيها. هذا الالتزام أنهي باستثناء عنا هلأ معاهد وزارة النفط، وكان عنا معهد السكك الحديدية لوزارة النقل كمان هلأ أوقفوا القبول في السنة الماضية، ما ألغوا الالتزام أوقفوا القبول. فقط هدول عندي الملتزمين. طبعا في عندي معهدين وزارة الدفاع، هدول لهم خصوصية، يعني هدول تطوع. ليش ألغي الالتزام؟ لنفس السبب، أنه أنا صار في عندي أعداد خريجين فائضة. هي فائضة أكبر من حاجة هاي الجهات، صاروا بدل ما بشكلوا حل مشكلة صاروا هن مشكلة. بس بنفس الوقت وجود هاي المعاهد اللي كانت ملتزمة وصارت غير ملتزمة كمان عمل عندي خلل أنا بمنظومة التعليم. يعني أنا هلأ في عندي معاهد تتبع وزارة الكهرباء وفي عندي معهد كهرباء يتبع للتعليم. التعليم هو وظيفة وزارة التعليم والجامعات، ما بصير يكون وظيفة أي جهة تانية، هو الوظيفة الحقيقية الحصرية إلهن. الجهات الأخرى إلها وظيفة تانية مهمة بنفس مستوى التعليم اللي هي التدريب، التأهيل والتدريب. يعني أنا بيجي بقول وزارة الكهرباء عندها معاهد، هلأ وزارة الكهرباء هلأ عم تعمل على نقل تبعية معاهدها يعني للجامعات، وهي خطوة فعلا سليمة وصحيحة. وزارة الكهرباء بتحتاج لتعيين خريجين باختصاص معين، تأخذ من خريجي التعليم العالي وبتعمل تدريب خصوصية اللي هي بدها إياها بمراكز تدريب تبعها. هيك بصير أسهل وأحسن، وبتحافظ على تدريب مستمر لكوادرها ضمن خصوصيات التطور اللي عم تصير عندها بالمستلزمات إنتاج والتوزيع والقضايا اللي بتحتاجها. لو فرضنا هن بحاجة برنامج تدريبي معين خاص فيهم، ما في شيء بيمنع مؤسسات التعليمية المعنية اللي هي مؤسسات الجامعية، معاهد الجامعية، تحدث لهم هذا البرنامج وفق رغبتهم وتحدث البرامج. هلا هون في عندي الإشكالية الثانية اللي بجوز كانت هي سبب عملت مشكلة كبيرة بمسألة الغاء الالتزام، إن أحدثت المعاهد، أحدثت وانتركت. يعني أنا عندي حاجة لتعيين 500 شخص، أنا بفتح المعهد بفتح القسم حتى غطي حاجتي ووقف القبول فيه، ما في شيء بيمنع. وهذا أفضل كان من أنه أنا خلي المعاهد تشتغل ألغي الالتزام. حصل هذه الإشكالية وعدم وجود مسابقات، يعني هي بالأخير كان توقف المسابقات لهيك كل الناس جاي على هي المسابقة المركزية، لأنه في عندك كم هائل وفائض والوضع المعيشي لا يحتمل. لما بتلاقي الأهل عم تربي أولادها وخريج المعهد وبلاقي الفرصة هي ممكن ما ياخذها للسنة اللي بعدها واللي بعدها، هي آلية عمل تم البعض. بس هي المسابقة المركزية نوعا ما فتحت الباب لطلاب المعاهد انه عندهم امل بآلية التوظيف. بس المشكلة مثل ما قلنا هي اساسا فيها مثل ما قلت شيء سلبي وايجابي، كيف بيتم فرز عملية خريجين المعاهد التقنية وكيف راح يتم استقطابهم لسوق العمل. وخلال 10 سنوات من الحرب بعتقد سوق العمل بحاجة لهالطلاب، كيف راح يتم فرز خريجين السنوات اللي بعدها؟ يعني هون الحلقة اللي فينا نحكي عنها اللي بيتم ربط انه هذا الخريج راح يكون له فرصة، وإذا كان هاي الفرصة راح يقدر ياخدها ولا لا، ممكن للأوائل ممكن للجدد. هي كمان نقطة ممكن كل الطلاب بيقولوا بس طب يعني هذا فيه نوعا ما ظلم لهم. هذا الموضوع أنا بعتقد بيرتبط، ما بيرتبط بالقانون 18 مباشرة، بيرتبط بإشكالية سوق العمل عنا. سوق العمل بالنسبة لنا أنا بشوف أنه غير واضح وغير منظم. وأسس التشغيل، لما بحكي عن سوق عمل أنا ما بحكي عن وظائف الدولة، أنا بحكي عن كل فرص العمل الموجودة. بهذا الموضوع إذا اطلعنا على الطلاب الأوائل الخريجين اللي بحق لهم الاستفادة من القانون 18 في بعض الاختصاصات، في بعض الاختصاصات لم يتقدموا للتوظيف. السبب كثير بسيط، عنده فرصة عمل بالقطاع الخاص لاقيها، اشتغل هو ما عم يستنى، فرصة العمل مأمنة. هلا لو كان سوق العمل عنا منظم بصير الاحتياجات من كل اختصاص منظمة، بصير أنا بعرف بالقبولات الجامعية تبعي، بعرف بالخريجين أعداد الخريجين كل اختصاص شو لازمني. في عندي اختصاصات هلا ما قدموا على الوظائف الحكومية وبيقدموا، والسبب
انه عندهم فرصه عمل القطاع الخاص او اعمال مشاريع فرديه صغيره هن بالنسبه لهم، يعني سواء كان بمؤسسات كبيره بدهم يتوظفوا يشتغلوا معهم او بمشاريع فرديه صغيره. في بعض الاختصاصات اللي موجوده الاشكاليه عندها ترتبط غالبا بمساله الالتزام. يعني بالالتزام اللي كان واحده من هاي المشاكل. اذا اجيت انا اخذت عندي بعض المعاهد كانت موجوده مشان يتخرج فيها مدرسين لوزاره التربيه، صحيح، هلا هاي ما عاد عينوهم بس المعاهد بعدها موجوده، خريجين فرصه عملهم معاهد اعداد المدرسين فرصه عملهم الحقيقيه الواسعه هي بوزاره التربيه. هلا اذا انا ما عاد عينتهم، طيب هذا شو بده يشتغل؟ يعني هو حديث يطول وفي تفاصيل عديدة. يعني اليوم هيك بدأنا شوي نحكي عن تفاصيل، إن شاء الله باللقاءات القادمة بنعرف أيضا المشاهدين على المعاهد التقنية بشكل أكبر وكيفية تنظيم العمل حتى للي بده يروح يتقدم لوظيفة طريقة التقدم. نشكر وجودك معنا دكتور ويعطيك ألف شكرا لكم، وإن شاء الله يكون الشيء اللي قدمناه مفيد لأهلنا.